سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم قلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي أحبائي أجمل هدية تقدمها لوالديك هي النجاح والديكم ما يحبوا لا المال ولا أي شيء آخر يحبوكم تنجحوا يا أخي أحبائي تعالوا أنا نشم باللي كاين هدية ولا تقدير ولا حاجة يا أطفال لازم تكونوا كما عمو يزيد تحبوا الشهادات التقديرية ولكن هاد الشهادات التقديرية تجيب العمل يا أخي أحبائي كامل ديتوا الشهادات التقديرية في هذا الثلاثي عطاوكم كامل ما ديتيش علاش لازم يعطولكم هذا نداء لكل المدارس الشهادة الشرفية والتقديرية مهمة للأطفال من فضلكم يا لو كانوا ورقة 20 يا 27 ورقة وديروا لهم شهادة فيها من فضلكم يا مربيين من فضلكم المدارس من فضلكم هذا نداء أطفالنا يحبوا الشهادات التقديرية عمو يزيد شكرا هدية من القرارة من البلدية أوه ما تقول ليش أبا 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 أنا على بالكم السلام عليكم يا خالد باسم رئيس الدائرة والبلدية نقدموا هذه الهدية المتواضعة لعمو يزيد يستاهل أكثر من هذا الشيء جاء اليوم باش يديرنا هذه الحفلة الباهية هذه ويلم الشمل تاع الناس تاع قرارة بارك الله فيه نشكروه باسمكم جميعا هذا الرئيس اللي بدي تكلم صح. بسم الله الرحمن الرحيم ارتأى المجلس الشعبي البلدي بمعية الدائرة أن يقدموا لعمو يزيد هذه الهدية المتواضعة عرفانا للمجهودات التي يبذلها عبر ربوع هذا الوطن الحبيب من أجل لم الشمل والأخوة والتآخي في كنف العزة والكرامة في جزائر مزدهرة إن شاء الله نشكره وبارك الله فيه وندعو له إن شاء الله ربي يوفقه وربي يمده بالصحة والعافية إن شاء الله وشكرا ربي يطول عمرك ربي يخليك والله ما تقدرش تصوروا هذه الهدية شحال تأثر في عمو يزيد وخاصة لما تكون هدية هكذا
مشخصة يعني. والله شكرا 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 شكرا، ربي يطول عمرك، ربي يخليك. مرحبا بك. هذا هو رئيس الفرقة. واش راك عمي مصطفى لاباس؟ عطونا تصفيق على عمي مصطفى. لاباس عمي مصطفى، ربي يطول عمرك، ربي يخليك. احبائي والله هذه الهدية انا نظن بلي الفنان ولا رجل الاعلام ولا اذا كان الناس دارت له تقدير، فهذا التقدير نسبة للجمهور نتاعو، نسبة للناس اللي يحبوه، نسبة للجمهور الوفي. احبائي شكرا، برافو 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 عليكم، برافو برافو. اذا خبيوها لنا في احلى مكان اجمل، بالك هو بالك تكسر ولا. والله اعتز بها، وهذه الهديه على بالي بلي نيابه عليكم كامل. شكرا شكرا شكرا، والله غير حاجه تفرح تفرح وتشرف تشرف. واش حبيتي نغنو؟ تعالي تعالي، واش حبيتي نغنو؟ الالوان. تحبي الالوان؟ وانتم تحبوا الالوان؟ عمو يزيد دار لكم أغنية ألواني، قل فيها عندي عندي علبات ألوان، أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو، أي صفحة ألواني؟ ألواني ألواني، أين هي ألواني؟ شحال؟ 11؟ برافو 11، برافو 11 اللي عندهم الكتب ألواني. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. يا أحبائي يلا ألواني. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو 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 برافو. أحبائي الألوان ثم الألوان، الألوان الجميلة. أحبائي شكون اللي يقدر يقول لي عندي لكم سؤال، سؤال سهل وسؤال صعب، واش تحبوا باش نبدأ؟ تحبوا السهل؟ لا تحبوا السهل. إذن السؤال السهل، عدد ولايات الجزائر. مازال مازال هذا السهل. عدد ولايات الجزائر 48.
ورقم ولاية غردية شحال؟ شحال؟ 7 راكم حاسبين هذا هو السؤال؟ لا لا، السؤال راهو جاي. إذا رقم ولاية غردية 47، عدد ولايات الجزائر 48. أحبائي، في أي سنة أصبحت غردية ولاية؟ وكم كان عدد الولايات من قبل؟ في أي سنة أصبحت غردية ولاية؟ يعني وقتاش صبحوا عدد ولايات الجزائر 48؟ وشحال كانوا قبل ما يصبحوا 48؟ يلا، من 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 من؟ تعال تعال، رفدوه رفدوه كامل كما راكم رفدوه. يلا رفدوه. أنا ما ممكن قال جواب خاطئ يربح. معلش. يلا تعال تعال تعال. برافو 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 برافو. سلام سلام، سلموا عليه سلموا عليه. يلا استقبلوه، ديروا له ديروا له استقبال كما الناس القرارة داروا استقبال عمو يزيد. واش راك ولدي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. قول لهم بلي راك فرحان، اهدر 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 معاهم. قول لهم راني فرحان. أنا فرحان. قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قول لهم اسمك، قول لهم اسمك، قول لهم اسمك. تعرفوه تعرفوه؟ وناس مسعود عاقل عاقل تحبوه؟ تبغوه؟ سموني مسعود. فوالا، شحال في عمرك مسعود؟ شحال في عمرك ولدي؟ ست سنوات. شحال؟ 6 سنوات. برافو. شحال كانوا من ولاية قبل ما يكونوا 48؟ 31. واو 31، برافو. بون مسعود، وماش نقولوا في أي سنة لأنني حابو يربح. أنا حابو يربح، ولكن وكان واحد آخر نقولوا في أي سنة نصعبها له شوية. بصح مسعود ما نقدرش نصعبها له يا أخي. عرفت أنت أي سنة؟ أسمع أرواح. ها؟ لا 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 لا. يلا زيدوا أعطوا الميكرو مسعود، أعطيني الميكرو أعطوه لأصدقائنا. صحها، عندك الحق في محاولة واحدة فقط. شوف الشاطر هذا تاع الكشافة الإسلامية. واسمك؟ بن عرب سراج. واسمك؟ بن عرب سراج. سراج، الله يبارك ولدي. شحال في عمرك؟ 11. 11 يوم؟ 11 عام. 11 عام، الله يبارك الله يبارك الله يبارك ولدي. في أي سنة صبحت غردية ولاية؟ في 84. 84، واش القرن 84؟ وش هي؟ 1984. برافو 1984. تعال 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 ولدي، تعال تعال يا الشاطر تعال. برافو تعال ولدي. وش رايك انت عضو في الكشافة الإسلامية؟ ايه نعم. وش تعلموا في الكشافة الإسلامية؟ تعلموا الأغاني والحركات الكشفية وال النظام. برافو 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 برافو. واش تقول للأطفال هادو؟ تقول لهم ينخرطوا في الكشافة الإسلامية باش يتعلموا بزاف حوايج؟ نعم نعم، لازم ينخرطوا. برافو سراج. ويقول لكم بلي الكشافة الإسلامية الجزائرية مدرسة مدرسة مدرسة. إذن أعطيه الهدايا تاعهم. يلا واش راك ولدي لاباس؟ أعطيني الهدايا تاعهم. إذن سراج سراج شمس مهبول، راعي حفل عمو يزيد وراعي هذا البرنامج، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو. تعال أعطوني لصاحبي صديقي العزيز هديته. فوالا هذه الهدية تاعك. عاود ذكرهم باسمك مسعود. إذا مسعود صديقي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو 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 العفو. برافو. إذا مسعود تبقى معنا هنا. إذا ابقوا معنا هنا، احنا نحبوا الأطفال الشاطرين. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه
سيورثه. أحبائي، حسن الجوار، حسن الجوار. ربي سبحانه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كان من بين مبادئ خير الأنام محمد رسول الله حسن الجوار. يا أحبائي، الجار يحترم، الجار يحب، الجار يعتنى به، الجار يسأل عليه. من غير المعقول أن الإنسان يبات شبعان وجار جوعان. عمو يزيد، مش راكي بنتي لاباس؟ عمو يزيد دار لكم أغنية الجار، نقول فيها: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا تغنوا كامل معايا: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا معايا: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. أهل الدار، جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا. واجب عني أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. كاين أغنية نحبها بزاف، هذه الأغنية تقول: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال
أو بلباس أي صفحة؟ لأني مسلم قلبي حنين. جيب الكتاب تاعك تعال، أعطي له كتاب باش يقرأ معنا. تعال تعال افتح الكتاب أي صفحة؟ صفحة عشرة، صفحة عشرة كاع كامل كامل. يلا معي يا أحبائي، لأني مسلم قلبي حنين. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا 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 شكرا. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. أحبائي، إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه، البسمة في وجهه صدقة. أحبائي، الصدقة، الابتسامة مهمة جداً. الابتسامة صدقة، ممكن أنك تدير الخير بابتسامة بسيطة بسيطة بسيطة. أحبائي تغنوا معايا النوتات الموسيقية، قولوا معايا النوتات الموسيقية: دو دو ري مي فا سول، دو ري مي فا سول لا سي، تعرفوها؟ إذن دو ري مي، تغنوا معايا دو ري مي فا سول لا سي، دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونجد كم تحلو بها الألحان. برافو. دو ري مي فا سول لا سي، دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونجد كم تحلو بها الأنغام. يلا معايا دو ري مي. سولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سولا سيدو دو سي لا سول فا مي.
تلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. برافو 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 وكم تحلو بها الألحان. أحبائي تحبوا فصل الربيع؟ جاء الربيع عم سرور هذه فراسة فوق الزهور. الربيع أي صفحة؟ أي صفحة الربيع؟ قولوا لي أي صفحة؟ أي صفحة؟ هيدي كيدي 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 الربيع صفحة 25. جاء الربيع عم السرور هذه فراشة فوق الزهور. أحبائي هو الربيع مازال بصح هذا الجو ربيعي عطالي شوية إلهام باش نغني لكم على فصل الربيع باش كي نعود نرجع لكم في فصل الربيع تكونوا حافظين هذه الأغنية. الربيع أحبائي جاء الربيع عم السرور هذه فراشة فوق الزهور. يلا معايا الربيع. جاء الربيع عم السرور هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور هذه فراشة فوق الزهور. أفضل الفصول الخير في يداه نطير فرحا لما نراه. أفضل الفصول الخير في يداه نطير فرحا لما نراه. جاء الربيع عم السرور هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور هذه فراشة فوق الزهور. الكل فرح حل الربيع بحر بهيج يغشى الجميع. الكل فرح حل الربيع بحر بهيج يغشى الجميع. جاء الربيع عم السرور هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور هذه فراشة فوق الزهور. بان الزهر وسط الكروم حل الأمل بعد الهموم. بان الزهر وسط الكروم حل الأمل بعد الهموم. جاء الربيع عم السرور
هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عنا السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع بحلو بهاء، عاد الزهر وفاح شداه. جاء الربيع بحلو بهاء، وعاد الزهر وفاح شداه. برافو برافو. جاء الربيع بحلو بهاه. أحبائي واش رأيكم؟ كاين أغنية غنيتها لأول مرة البارح، لأول مرة، وهذه الأغنية هذه درناها خصيصا لهذه الجولة. رأي عندكم في الكتاب الأغنية واسمها السلام. السلام، واش يقول عمو يزيد في أغنية السلام؟ مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. في حينا نلتقي نحن الصغار والكبار، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وتبوت. هدي يدي يا صحبتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحبتي، بدون سخب لا نثور. إذن قاعد تغنوا معايا مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. يلا على بالكم الإنسان اللي يزرع البسمة ويزرع السرور مكانته كبيرة كبيرة عند ربي سبحانه. مثل الحمام واليمام، يلا. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثبوت. في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثبوت. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. لا 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 هذه يدي يا صحبتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحبتي بدون سخط لا نثور. هذه يدي يا صحبتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحبتي بدون سخط لا نثور. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. لا 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 كلنا نبتغي عالم بلا حروب، بلا مآسي لا دموع محبة بين الشعوب. كلنا نبتغي عالم بلا حروب، بلا مآسي لا دموع محبة بين الشعوب. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. لا 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 بريئة غايتنا صديقة، لا نعرف عداوات لا نعرف معنى الغرور. أحلامنا بريئة غايتنا صديقة، لا نعرف عداوات لا نعرف معنى الغرور. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. أعطونا صغاريت على الجزائر ينسموا فضلكم. شكرا شكرا شكرا. أحبائي تغنوا معايا بلدتي. عبالكم الإنسان كين الوطن وكين البلدة. الإنسان لما يسافر عنده دائما حنين للبلدة. بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك،
إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. تغنوا قام معايا عقلوا عليها هذه برك. بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. إذن بلدتي يلا معايا كامل. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، ووديان أتسيل ما أبهاها غابتي، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. شكرا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. عمو يزيد اللي زارنا ورفهنا. نشكر عمو يزيد على زيارته لنا في مدينة القرارة ولاية غردان. نشكر عمو يزيد اللي زارنا لمدينة القرارة، نشكره بزاف بزاف. نتمنى له كل خير إن شاء الله، الله يحفظه وبارك الله فيه. شكرا عمو يزيد.
السلام عليكم. نقول لعمو يزيد مرحبا بك في القرارة. سي تام بليزير كي راه جانا هنايا وفرح الدراري الصغار، ونقول له مرحبا بك مرة أخرى. وناس القرارة ناس طيبين وباغيينك تجيهم ثاني مرة أخرى. كيما انه الدراري حافظين الاناشيد تاعو كاملين. شكرا عمو يزيد اللي جانا هنا القرارة في ولاية خردعي. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.